الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف المستشار المالي والاقتصادي للكاظمي مظهر محمد صالح أن الحكومة ستواجه أزمة مالية وقانونية في الإنفاق العام القادم مع تأخر إقرار الموازنة بسبب الصراع الحاصل بين شركاء العملية السياسية. وأشار صالح إلى أنه لا يوجد نص قانوني واضح في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، يشير إلى إمكانية تطبيق نص المادة 13 على أكثر من عام مع صعوبات إقرار الموازنة. هذا وتنص المادة 13 أنه في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلاً أساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها. أكدت وزارة الزراعة في العراق وجود تراجع حاد في حجم المساحات المزروعة بالمحاصيل الموسمية وخاصة القمح والشعير وتقلصها من 11 مليون و600 ألف دونم إلى أقل من 7 ملايين دونم خلال العام 2022 بسبب الجفاف. وأضافت الوزارة أن مساحات الأراضي المزروعة الحالية تعد الأصغر مقارنة بالسنوات الطويلة الماضية، لافتة إلى أن التراجع الحاد في قطاع الزراعة قابله ارتفاع كبير في الصادرات لا سيما من دول الجوار كإيران، ما انعكس سلبا على قدرة المواطن الشرائية. كشف خبراء اقتصاديون أن العراق استورد 7% من صادرات اللحوم الهندية الكلية، وهو ما يعادل 90 ألف طن سنوياً. وأشار الخبراء إلى أن قيمة اللحوم التي استوردها العراق من الهند بلغت أكثر من 217 مليون دولار خلال عام 2021 بكمية تصل إلى 90 ألف طن، لافتين إلى أن استيراد اللحوم الهندية ارتفع بنسبة 262% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2011. كشف استطلاع للرأي أجرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الاستشارية أن نصف الشركات الأمريكية تعمل بالفعل على تسريح الموظفين أو تخطط لذلك. وأوضح الاستطلاع أن 52% من المديرين التنفيذيين في الشركات الأمريكية أغلقوا باب التوظيف لأشخاص جدد، كما تعمل نسبة مماثلة على تقليل أو إلغاء المكافآت التي أصبحت شائعة لجذب المواهب في سوق العمل الذي يشهد منافسة جديدة، لافتا إلى أن بيئة العمل بات يلفها الغموض من جراء تأثير الأحداث الدولية الراهنة وسط مخاوف كبيرة من الركود. تراجعت أسعار النفط بعد يومين من المكاسب، حيث انخفضت العقود الأجل الخام برنت 36 سنتا إلى 96 دولارا و23 سنتا للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 دولارا و29 سنتا للبرميل، منخفضا بنسبة 21 سنتا بعد زيادة بنسبة 2.7% في الجلسة السابقة وسط مخاوف من تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي قد يضعف الطلب على الوقود مقابل توقعات بتقلص الإمدادات بحلول نهاية العام الحالي. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
كتاب الموجز، إلى اللقاء.